لم تكن المعارك التي تدور في جبل هيلان بمحافظة مأرب بالسهلة، بل خاض فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معركة هي الأعنف. هذه المعركة مهمة بالنسبة للجيش والمقاومة، كما هي أيضا مهمة للميليشيا التي اتخذت من هذا الجبل موقعا لقصف مدينة مأرب. ما يحدث في هذا الجبل مواجهة أخيرة كما يراها الجيش والمقاومة الشعبية لتأمين مديرية صرواح، وكذا قطع إمدادات الميليشيا القادمة من العاصمة صنعاء صوب محافظة مأرب. هذه المشاهد تؤكد شراسة المواجهات خلال 24 ساعة الماضية، حيث خاض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية معارك هي الأعنف، وتمكن من السيطرة على مواقع عدة كانت تسيطر عليها الميليشيا. أسفرت المعركة عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الميليشيا بفعل الضربات المتلاحقة التي تلقتها في المعركة، ويعتبر التقدم الذي حققته قوات الجيش خطوة مهمة ستغير من مجريات العمليات العسكرية التي تشهدها محافظة مأرب والجوف، والتي تتجه صوب العاصمة صنعاء أكثر من أي وقت مضى. وبهذه التطورات قد يكون الخيار العسكري أسرع بكثير من المسار السياسي الذي لم ينهي انقلاب الميليشيا واستيلائها على مؤسسات الدولة وإشعال الحرب في محافظات عدة.